الدين الإسلامي إسلام 宗教 جاء هذا الدين الإسلامي بكل خير للبشرية للناس 伊斯兰的宗教是给带人带是给人类带来所有的幸福 عندنا آداب إسلامية منها آداب قضاء الحاجة كيف ممكن الإنسان يقضي الحاجة بول أو غائط 伊斯兰有许多礼节今天讲关于这个接大手的礼节 يجب أن يستتر عن أعين الناس لا يرى الناس وهو يقضي الحاجة 今天讲关于大小便的去大小便的礼节应当不要让别人看到自己的羞体。يدخل في هذا الحمام ما يغلق الباب. 进入大小便的地方应该把门关上。وإذا كان في الصحراء في الغابة عند الأشجار يكون وراء شجرة وراء سيارة وراء جدار. 如果在野外或者沙漠，应当躲在这个树后、石头后面。إذا كان لا يوجد شيء يبعد إذا كان في الفضاء يكون مكان بعيد لا يرى أحد.如果什么都没有，那么也要走得远一些，不要让他人看到。ينقطع عن ذكر الله عند قضاء الحاجة ما يمكن يقول استغفر الله مثلا. 在大小便的时候不要再念纪念词了。لا يدخل لقضاء الحاجة ومعه مصحف كتاب. 在进大小便的地方的时候不应该带着古兰经。نعم. كذلك يقدم الرجل اليسرى عند الدخول.进入厕所的时候应当先进左脚 واليمنى عند الخروج 在出厕所的时候应当先出右脚 قبل أن يدخل يقول 在进厕所之前应当说 بسم الله 凭安拉之尊名 اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث 安拉我向你祈求护佑从男精灵和女精灵 إذا خرج بعد أن يخرج يقول غفرانك一旦出厕所之后应当念祈求安拉饶恕 يصح أن يبول قائما بشرطين 如果男子站着小便必须要符合两个条件 الأول ألا تنكشف العورة 第一个不要让别人看到自己的羞体 الثاني أن يأمن لا يرتد عليه رشاش البول第二点不要把尿沾到自己的身体上ينقطع عن حديث الناس لا يتكلم حديث الناس لا يضع مثلا هنا سماعة التليفون ويتكلم 不允许在大小便的时候还说话比如打电话放着耳机在耳朵上说话也不可以لا يطيل البقاء في الحمام لأن هذا أماكن للجن 不要在这个大小便的地方长时间停留 لا يمس ذكره بيمينه يستعمل اليد اليسرى في الطهارة 不要用右手洗大小便的地方 نعم الأصل أنه يختار مكان إذا كان في الصحراء مكان لا يكون مكان صلب مكان جاء رطب حتى لا يرتد عليه رشاش البول 要注意不要把这个大小便沾到自己的身上 لا يمكن أن يقضي الحاجة في أماكن يؤذي فيها الناس حتى ولو كانوا كفار 也不可以把大小便这个排到别人要去经常走过的地方 يعني لا يمكن أن يأتي حاجة في أماكن يجلس فيها الناس يجتمع فيها الناس تحت الأشجار المثمرة 不允许在公共场所的地方大小便以及人们有可能乘凉啊等等这样的地方لا يمكن يقضي الحاجة في ماء دائم لا يجري 你大小便不能伤害到他人إذا لا يمكن أن يؤذي الناس بقضاء الحاجة. 在大小便的时候一定要注意，不要损害到他人。نعم.